war ogaalka adduunka waxa aan laga waayi karin oo soo noqdo duray dila oo ku fiday dunida dablay hubaysan oo dad ku laaya halkaasi duulan lagu qaaday dalkaasi doorashooyin ka dhacay halkaasi dab xoogan oo dunyada sahayday dab indaabiyada iyo danaysiga siyaasiga dareen ku xeeran durmaan la tumay dawladda istaantaasay dadweyne ku dhaqan halkaasi oo dareen hadlay dabuubta fanka iyo ficilada ku xeeran war ogaalka dunida بسم الله الرحمن الرحيم صلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم إلهي ومهد سبحانه وتعالى إلهي باكلي مهد سبحانه وتعالى دما وحن ليا هاي طلق السوق غيب قلي حفلة قيمها له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوية وحن آد يا آد وحن بليانية نكيرين نسكيرين ايوه رقي قرد واوينا وحي كري واين يسو كري ايان وهم بليان يا وحكالو كقد وين هاي انتو ميل فريستي مو قرن وحا ليدا ليدا مو قرن برستيج مسمية المبارس مسمية صدح سنة سعونيسي وحوي عبد الرحمن نحن علي لا نحرسته أنا هرت ويلي مان أرك استغي أني كلو قيمة له وأبتي هاي إلى عبد الله عمر لا ولا أني مان أرك إله إنه حرس عبد الرحمن مربا لكن تلفون أن كلها الله كي ولد شوهنا في اللان شوه عبد الرحمن أحمد علي إلهي هاو نحرس عمر كلهم فاتح عمرنو waxaan leenahay dad badan oo mutaystay taariikh iyo magacyo loo yeero laakiin waxaan nahay ummada kaliya ee dadka magacu ogol iyagu magac isku ogaleen bay nahay taas waa tan oo keentay inaynu qof qura oo isku raacsan Soomaaliyaanta ama maxay waayaga jiray ayaynu ku raaci weynay waxa weeye halkan dhowr qof baa ka hadlay taariikhda maxamuud axmed cali oo iga aqoon badnaa waxaan mid u saxayaa laba meelood oo ragii hadlay iga horeeyeeno midna waxa weeye maxamuud xaashi oo dagaalka soomaaliya uu yidhi way bilaabantay may bilaabin ee waxa ka shaqeeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa ka shaqeeyay isaga ayaa diblomaasiyad si ciyaaro markuu arkay inaynu haddaynu dawladdii Maxamed Siyaad Barre ka saarno gobolladii Waqooyi aynagu adkaanisto inaynu ka saarno Soomaaliya Soomaaliya ayuu caydiid oo ahaayeen xidid ahaayeen ayuu diblomaasiyadiisii ku isticmaalo waa kii activate gareeyey ee hubeeyey markaasay dagaalka soomaaliya uu bilaabmay ee iska mu bilaabmay cabdiraxmaan axmed cali ilaahay u naxariiste maalin xun buu inaga saaray maalinta la doortay أسنى أن وحي تاقن الميل إن أكو كلا تاقن أي هيد تاقن وحانا كشقية إن تاصدعين سيراني ويصاحب هاي المحوينين هوري عبد الرحمن وحي عليه سقال بلود يتضب يتو من بري أيو إلهي سبحانه وتعالى دلك كحري وحو كشقية إن ليس سامحه عبد الرحمن وحي عليه isagu ajendiisu ma qarin wax lahaa in confederation yeelano waxay ahayd wax laga doodi karaba ahayd
لكن إلى هدا وحن صحيا إسنا عبد القادر شردي دقال كي لغو قالي عبد الحامع علي لما صوابين كرو رئيسا مالهين رئيسا أين مانتا نراهو ساسا لغو قالي أو تستفاية مجرين مجرين متكرا وان صحيا يو شبهدوه وحيس صور يا فيبان مركي دي بدل لجوغو ولي تاريخ ما هينو شبهد انت دلكي قبصتي يدو اسمي جحابسا تاريخ ما هينو تو حكوكو كود داخدا او سي دي ويدا سي دالكا روان دي يو كا يوغان دي وانو عرقلي تي اتو بيه لكن من مكي حكوكي قبصتو لو ديدو إن قبصتو شقيسة إنت حتى أسيني سي تستوركو تين أهريسي تين أهريسي مكا ما أوران كرنو أنو مركي ليري عبد الرحمن وحلو ولد قالمي وانقرن وان مرد لكي وحان مغلاي قضا لي دولة تور لي مربنو دولة تور لي مربنو وحاق أون إسنا صحيا إنا كوران صحيا إلى كوري وعيدي شيقيا خاتمو وعيد بيشا دولبانتي أوركودي بها مدحوينه على خليف كوبي لواتنكي وضبين لك اللي أنا أتحرى عنا هشيسكي مرورين شلي أنكو قابلني عينا با وانفرفرني وانأفر وسير وكاهن كازكا مليهي كاين كاس يا انيغا يا امباسدر امباسدر اول الله قادمي وحي سو تاغي ان كوريو باشيو فراتونيو انت كنت جرتي اي استاك تكلا وحن صحيا سومالان ولا وديه سيال مدحو رياله ومدحويني وقعد وقعد امريكا ديرا يا سومان يا حكومة سيديت سنوات ايو حكومي انا يو سيرا يو مجاهد كيا يا نور هير هرقيساء لو يو كبدي حقيا كان يعي كرتال كاس ما انتنا ويسكو ميسامنت ايو مدحويني كحيقين كنو وارير اوضل رئيس البرلمان كنا يوار الله سعانو ويسمعت مركا عيدك هور جوكتا عيدك هور جوكتا ما هي لكن وحا لغا ربا ان الطليح يو بو هور له دين عنك كيسا لغا ربا او فوتيان او فوتيان او فوتيان با لغا ربا مكا ساد نو هن شبي كرتا ورنك ولا نقدي اكا اذيك ام مقن اذيك ام مقن تما هورنك سوال نقدي ما تمكا ما هاينا إنه استغفرنا ما ها إنه استغفرنا ما ها أنا جو سياسة دا واحد دم عينا قالوا بشي فبراير كون سجال بقية لا بس سجاشك وعمالين تليح ده وسير محمد كاهين يصل يبان وقدومية هاي مهجورتي أي دولة دي إسكع السلين أحمد حمود أحمد حالي وحن شعلا عاوة ينو قول مدحو وسير كين أرهمود دي بال شيغان سويت إسكع السلين لحدا وسير بار رقال جوه إن شاء الله تعالى وفرصت وفرصت في عن ينو ما أنت عاوة وشيغان وحن مركان شعر هاي عبد الرحمن مركان دافو انتا لابنينو صاحبها لابنينو صاحبها ايا لابن مالمودو ادك اني دافيي و عبد الرحمن ايو اله و نحرسه ايا محمد حاجب راعي قال لابنان او اسكو كلاسها وقت ولد اشي سودو شيغي عبد الرحمن ميال لقوة مسروف جري من ما أنتي أسم أدرت بوينا إلهي نو صادره
maalintii soomaalida uu dareed ayuu inoo soo diray 390kii hadaanu isagu inoo iman magaalada Hargeysa waa kala qaybsanaan lahayd si labada wal waxay leeyihiin inaan u ducayno waa si uu sheegay xirsiye madaxdii inoo soo martay mido taariikhdu leeyahay si wuxuu leeyahay riyaale waa ninkii dimuqraadiyada tuuli leeyahay kororso kororso diiday ee baysku inoo dhaga cigaal waa ninkii fuliyey ee doorashooyinka qabtay eenu ku qasabnay inuu doorashada madaxweynaha ka soo horeeyo ta deegaanka anagiyo kulmiya ku qasabnay uu naga ogolaaday uu fadhiyey ina kaahinayo ninkan hadda madaxweynaha haya ina bixi waa fadhiyey waxa weeye maantana waxa loo baahan yahay maantana waxa loo baahan yahay kubaddu xaqiiqa ma taalo kubaddu xaqiiqa ma taalo aamina wars waa taasi anuu ergan ugu tagay ergo yaan ugu tagay ayde chin qofkii saara keenay naga saare adeeg chin ka saaraan ku inmo laakiin waxay igu jawaabtay halka ka sheegi maayo buuggan ku qori doona insha allahu tacaala waxa weeye maantana waxaynu isku haysanaa waa caruurtaa mustaqbalkoodii waa kuwa iskuul maala buug maa laydin siiyaa maya biyo maa laydin siiyaa caafimaad maa laydin siiyaa kuwaasaan isku haysanaa aynu lacagtooda oo lacagtooda aynu urursanayna waxaan sheegayaa reer axmed calina haddaa la yidhaaho anaa meel ku magacaabi doona insha allahu tacaala maxamed axmed calina waxaan raacinayaa mid uma raacinaya waxa weeye waxaa la doortay soomaaliya waxaa la doortay nin ra-iisul wasaare ah BBC uu ka hadlay si fiican buu hadlay si fiican ayuu hadlo oo ka duwan kuwii hore ee walaweynta ahayd laana waxa weeye waa nin aan isku culture nahay isku value nahay waxaan u sheegayaa un ra-iisul wasaaraha saaxiib waxaan ku leeyahay amba awow waxaan ku leeyahay soomaalinaad iska dhaafo taa laguu dhiibiyo hagaaji soomaalinaad waa dal jira gacanta annagaa ku hayna shisheeye kuma hayo shantaa madaxweyne ee soomaaliya ee ah dowlado qabiil ku dhisan taa hagaaji taasaa kuu baahane taa biryorodka sii baa leehay waad mahadsantay hadalkaagii wanaagsanaa insha allahu tacaala waad ku guulaysan doontaa halkay kuwii hore ku guur daraysteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Xuseen waxaynu joognaa guntii iyo gebagabadii aada baan ugu mahadcelinayaa dadka dulqaadka iyo sabirka intaa laga sameeyey mar labaad iyo mar saddexaad waxaan